أكد وفد مجلس النواب أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية والتواصل مع المجالس والبرلمانات، وأن ما تحققت من نتائج مثمرة في جلسة البرلمان العربي والبرلمان الأفريقي لتعزيز التعاون وتنسيق المواقف في المحافل الدولية خطوة إيجابية ستلزم المزيد من الخطوات، كما تستوجب المواصلة والاستمرارية مع البرلمان الأفريقي ومع كافة البرلمانات. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي الذي عقد برئاسة معالي السيد أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة سعادة النائب عبد الرحمن بومجيد. بعد التحية سعادة النائب، طبعا شارك وفد مجلس النواب في اجتماع البرلمان العربي بالقاهرة والذي شهد عددا من الفعاليات، هل ممكن أن نسلط الضوء على أبرز تلك الفعاليات التي تمت من خلال اجتماع البرلمان العربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مسي عليكم، مسي على الأخوة والأخوات المشاهدين. طبعا تأتي مشاركة وفد مجلس النواب بتوجيهات من معالي رئيس المجلس الأخ أحمد بن إبراهيم الملا، وتنفيذا للاستراتيجية لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية. يأتي استماع البرلمان العربي حقيقة هذه المرة من خلال عقد العديد من الجلسات، إن كان الجلسة المشتركة للبرلمان العربي والبرلمان عموما أفريقيا اللي يعقد للمرة الأولى، يجتمع فيها جميع الدول العربية وجميع الدول الأفريقية لتبادل والتشاور فيما يهم المنطقة العربية والمنطقة الأفريقية، إن كان فيما يتعلق بالتشريعات الحالية وآلية تطورها، التحديات اللي تواجه الدول العربية والدول الأفريقية وبالأخص حالات التطرف والإرهاب اللي يهدد أغلبية الدول في الوقت الراهن، كذلك التدخلات الخارجية من قبل بعض الجهات في الدول العربية والأفريقية لزعزعة أمن واستقرار هذه الدول. تم الخروج بإعلان شرم الشيخ الذي يأتي لفعالية مستقبلية للتواصل بين البرلمان العربي والبرلمان الأفريقي، تحديث التشريعات، الوصول إلى صيغ مشتركة يتم العمل فيها على أرض الواقع. يجب التأكيد على أن البرلمان العربي والبرلمان الأفريقي مسنون الشعوب، وجود حلقة تواصل بين البرلمان العربي والبرلمان الأفريقي مع السلطات التنفيذية في هذه الدول. يعني اجتماعات كانت حقيقة مثمرة، نتطلع خلال الفترة القادمة إلى إنجاز العديد من التشريعات المتوافق عليها بين الجانبين. اليوم كان اجتماع البرلمان العربي، طبعا الموضوع الأهم يمكن كان قانون العدالة ضد الإرهاب، جلسة الصادر من الكونغرس الأمريكي. طبعا البرلمان العربي أكد على رفضه لمثل هذا المشروع لما يمثل انتهاك للسيادة وتدخل سافر ويناقض الاتفاقيات الدولية وبالأخص اتفاقيات فيينا، كذلك انتهاك للمواثيق الموقع عليها في الأمم المتحدة. نعم سعادة النائب، عذرا على المقاطعة ولكن لضيق الوقت، سعادة النائب عبد الرحمن بومجيد من القاهرة، شكرا جزيلا لك.